السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. أحب أعرفكم إن أنا نشرت فيلم ذكريات التلمذة، وأتمنى لكم المشاهدة ممتعة. أنا وعدت الناس إن أنا أنشر الفيلم ده ووفيت بوعدي والحمد لله. أرجو إن الأفلام اللي أنا بنشرها تعجبكم. عايز أكلمكم النهاردة عن فيلم غفير الطرب بتاع علي الكسار. الفيلم ده يعتبر من الأفلام النادرة والجميلة جدا لعلي الكسار. الفيلم ده سنة 1939. قصة الفيلم اللي كان فيه غفير غلبان على قد نياته، اللي هو علي الكسار، وفقير وبيتعامل مع المجتمع بسذاجة وبطيبة. الغفير ده بيقابله مشاكل وبيقابله يعني مجتمع بيقسى عليه شوية، دايما ما بيجي يعمل حاجة بيخسر وملوش حظ، بيسيب الشغل وبيدور على شغل ما بيتلاقاش، بيقع في وسط عصابة بتشغله في تزوير الأموال، أموال مزيفة، وبيبعتوه بيستغلوا اللي هو جاهل وما يعرفش يقرأ ولا يكتب ولا كده، وبعتوه يوزع الأموال دي على الناس ويضحكوا عليه هو وصديقه. بيغروب المال وكده زي ما انتوا فاهمين. هو زي ما هو كان بيبقى قد نياته وطيبته، بيبقى فرحان بالأموال اللي هو بيشوفها، ما يعرفش اللي هو بيعمل حاجة ضد القانون. الفيلم يعتبر فيلم كوميدي لعلي الكسار، وفيلم من أروع أفلام علي الكسار، لحد لما علي الكسار يبدأ يعرف اللي هما الناس دي بتستغله في حاجات ضد القانون، يبدأ بقى يفوق ويبدأ يحس إن هو بيعمل حاجات غلط، ويبدأ ياخد حذره ويوقع الناس ديت في الفخ عشان يسلمهم للحكومة. المهم بيقعد يجريهم في توزيع الأموال دي لحد لما يوقعهم ويبلغ عنهم الحكومة، وينجى هو بحياته من السجن ويسلمهم في الآخر للحكومة. الفيلم يعتبر فيلم يعني جميل وكوميدي، وبيحكي عن الناس المصريين اللي هم بتوع زمان، الناس الطيبين أوي دول. الله يرحمه الفنان علي كسار، كان فنان جميل. وأتمنى إن أنتوا تشوفوا فيلم ذكريات التلمذة اللي أنا نشرته وتستمتعوا بمشاهدته. والفيلم التالي اللي بعده بإذن الله اللي هينشره، اللي هو خفير الدرج بطولة علي كسار. وأتمنى القناة بتاعتي تعجبكم، ويعني وترضيكم وتسعدكم. واحنا يعني اهم حاجة عندي ان انا اشوفكم سعداء وفرحانين. كل فترة انا هنزل فيديو قبل الفيلم. الفيلم مثلا اللي هنشره هديكم فكرة ونبذة عنه، عن قصة الفيلم. وفي ناس طلبت برضو فيلم مني، أمال. الفيلم ده بطولة شادية وفريد شوقي ومحسن سرحان، هو يعتبر يعني متوفر وهنشره رغبة للناس. وتابعوني في كل أفلام في الأفلام وتابعوني في كل حلقة، ويا رب القناة تعجبكم. وأتمنى إن أنتوا تشتركوا في القناة وتدعموا القناة اللي الحمد لله قدمت مجموعة من الأفلام، أظن اللي هي يعني أسعدكم بالأفلام، سواء من الأفلام النوادر أو الأفلام اللي كانتش موجودة. فيلم ليك يوم يا ظالم، فيلم ذكريات التلمذة، أفلام مطلوبة برضو مني الفنان الجميل فريد الأطرش. برضه هيبقى لنا أفلام برضه يعني مع مرور الوقت هيبقى فيه أفلام. وأتمنى إن أنتوا تخشوا على القناة
وتقولوا لي رأيكم في القناة وتدعموا القناة، وأتمنى إن أنا أشوفكم سعداء يا رب. والحمد لله أنا ملاحظ القناة يعني الناس متابعينها وفرحانين منها، وده حاجة تسعدني. وهي عليها مجموعة من الأفلام النوادر والأفلام القصص الجميلة، وغير البحث عن الأفلام التانية، وساعة لما بتوفر معايا حاجة على طول ما بترجعش وبنشرها، بنشرها عشان رغبا للناس ويعني تحقيق هدفهم اللي هم يشوفوا الأفلام ديت ويشوفوا التراث ده، لأن للأسف في ناس كتير مش عارفة قيمة التراث. التراث بتاعنا تراث كبير، تراث حافل للأفلام والأعمال، وما زال في أفلام مفقودة إحنا ما شفناهاش ولا نعرف حاجة عنها، وأفلام قصص وحاجات جميلة. الحمد لله اللي أنا بيتوفر معايا أفلام وأنشرها، والحمد لله يا رب يسعدكم ويسعدنا يا رب، ويبعد عننا أي حاجة وحشة، وأتمنى إن أنا أشوفكم سعداء على طول يا رب. وتابعوني في كل فيديو جديد، وكل فيديو جديد بفيلم جديد إن شاء الله بإذن الله. أشوف وشكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.